4 اكتوبر انبي في بطوله الكاس، 8 اكتوبر الاسماعيلي في بطوله الدوري العام، في بعد كده توقف دولي بعض اللاعبين هيروحوا المنتخب الوطني، يوم 20 سيمبا في تنزانيا في بطوله الدوري الافريقي. يعني كان الله في العون، كل ده بيفكر فيه ازاي وبحضر له ازاي. Sie haben dann am 4. Oktober dann ein Halbfinalspiel dann gegen Impi, dann am 8. Oktober ein Spiel in der Meisterschaft, dann gehen die Spieler, dann die nationalen Spieler zur Nationalmannschaft und dann direkt am 20. in Tansania spielen wir in den Super League. Möge Gott mit euch sein, das ist so intensiv. Wie planen Sie diese Phase? Ja, klar, das sind jetzt eben das nächste Spiel am 4. Impi ist Pokal noch. Wir wollen natürlich auch ins Finale, also das heißt, also wir machen nichts anderes, wir konzentrieren uns aufs Training, auf die Vorbereitung für dieses Spiel und dann schauen wir das nächste Spiel. Und dann ist Nationalmannschaftspause, dann gibt es für die, die nicht bei der Nationalmannschaft sind, gibt es ein paar Tage Ruhepause. Das Problem ist, dass der Termin natürlich, ja, ich sag jetzt mal gelinde gesagt, nicht gut gelegt ist, dass man eigentlich nicht berücksichtigt hat, dass wir auch Nationalspieler haben, die auf der einen Seite Tunesien, Südafrika, Mali, die überall spielen und die Zeit dann zu kurz ist. Und wir wissen noch nicht, ob die dann auch mit dabei sein können, ob sie dann fit genug sind, weil du ja auch in Afrika lange Flugreisen hast. Und das ist in dem Sinn eigentlich nicht gut geplant, aber ja, wir müssen es leider so annehmen. واحنا اهم حاجه بالنسبه لي دلوقتي ان احنا عندنا ماتش يوم 4 اكتوبر اللي هو قبل نهائي الكاس، واحنا عندنا طموح ان احنا لازم نوصل الكاس، فتركيزي كله حاليا على ماتش قبل نهائي الكاس اللي هو الماتش الجاي، فالتمرين والفتره الجايه الاستعداد كله والتركيز كله على ماتش نهائي قبل نهائي الكاس مع انبي عشان خاطر نقدر نعبر ونوصل للنهائي. بعد كده طبعا عندنا ماتش دوري واللعيبه الدوليه هتروح المنتخبات، اللعيبه اللي مش هتروح المنتخب حد لها راحه كام يوم، اللعيبه طبعا الدوليه هتبدا انها تشارك في مع المنتخبات بلادها، للاسف طبعا ده ضغط كبير جدا، انا يعني هستخدم قدر الامكان الفاظي هنتقيها في الحته دي، ان تم وضع ماتشات دوري السوبر في مواعيد غير ملائمه على الاطلاق، لم يتم مراعاه ان النادي الاهلي عنده لعيبه كتير جدا دوليه مش بس في منتخب مصر، لكن عندنا في مالي وعندنا في جنوب افريقيا وعندنا في تونس، هيلعبوا في كل حته في الكوكب وعدد ساعات السفر طويله جدا جدا، افريقيا مش زي اوروبا، بيبقى هنا في افريقيا ساعات السفر اطول بكتير، فاللي حط المواعيد دي ما عملش اي مراعاه للظروف دي كلها، لكن احنا مش عارفين حتى اللعيبه دي هتقدر تلحق الماتش ولا لا، هتقدر انها تبقى جاهزه بدنيا ولا لا الماتش بتاع سيمبا، لكن هنحاول نتعامل مع المعطيات اللي قدامنا ونحاول نطلع منها احسن حاجه. بنشكره ونتمنى له دوام التوفيق، وكمان بنشيد بالعلاقه الخاصه اللي بقت بينه وبين جمهور النادي الاهلي اللي قايمه على الثقه والحب والاحترام. Gelobt und auch die Beziehung zwischen Ihnen und die Fans von Al Ahly, die volles Vertrauen, volle Liebe ist aktuell. شكرا. ده كلام قريب جدا من اللي كنت بقوله لكم من شويه، ان كولر عنده استراتيجيه، خلاص ده متفقين عليه. وكولر عارف كويس قوي ايه اللي جاي ومحتاج يعمل ايه ومحتاج يريح مين، بس يا جماعه ما هو ده اللي انا بقوله لكم. رغم كل ده في ظروف لازم تفكر ان هي اكبر من قدره المدرب، ايوه اكبر من قدره المدرب. بيتكلم عن تداخل المباريات، عن وضع السوبر ليج في توقيت زي ده ومبارياته اللي هتتعارض مع مباريات كتيره جدا خصوصا سيمبا مع ارهاق لاعبيك الدوليين، اللي اتكلم كمان في فكره بنقولها بقالنا سنين، يا جماعه الناس بتيجي تقول لك اصل في اوروبا وشوفوا الجدول، يا حبيبي انت عندك جنوب افريقيا، شوف عدد الساعات السفر اللي انت المباريات اللي بتروح تلعبها بتبقى عامله ازاي، شوف عدد ساعات السفر اللي في دول كتير جدا انت بتتعرض ليها، شوف اصلا هي الملاعب اللي بتلعب عليها في افريقيا زي الملاعب اللي بتلعب عليها في اوروبا. اللي انا بقوله لك ده كلام علمي، حجم الضغط وحجم العضله وتاثرها وحجم الراحه والقدره على الريكفري، هتقارن الملعب بتاع سيمبا باللعب في دوري ابطال اوروبا؟ يا جماعه احنا لو بنقول كده ما هو اسوأ حاجه في الدنيا زي اللي كنا بنتكلم فيه السنه اللي فاتت، هات يا ابني الجدول اعلامي ما عدد المباريات اللي لعبها الفريق الفلاني كذا في الدوري وعدد المباريات اللي لعبها في الاهلي في ما هو ده انا اسف بقول ان هو سطحيه شديده جدا، سطحيه شديده جدا. القصه مش كده، قصه هو توفر له وقت وما لعبش، لا هو لعب في الاوقات المتاحه. طب انا توفر لي وقت وما لعبتش، لا انا كنت بلعب في بطولات تانية.
ده اللي برجع واقوله يا جماعه، ما ينفعش نغفل المعطيات واحنا بنقيم. فانا بقول وانا هنا يا جماعه بقولها في قناه النادي الاهلي، لازم احنا كلنا نكون اذكياء في التعامل مع كولر. بمعنى ايه؟ كل الضغوط اللي هيمر بيها كولر في حجم البطولات المختلفه لازم نقدر ده. انا بشوف ان انت خلاص اتحطيت في وضع انك هتلعب كل البطولات دي، اولويات ايه؟ انا في رايي اولوياتك طبعا كاس العالم للانديه ان شاء الله، هو صعب جدا ولكن تحاول تعمل فيه مركز. دوري ابطال افريقيا والدوري، هتقول لي السوبر ليج. انا وجهه نظري السوبر ليج هي بطوله انت بتخطها تجربه، هي تجربه على جميع الفرق المشاركه فيها. انا عندي السوبر ليج ما ياثرش عليا في حاجات تانية كمان. هل هو مش اولويه وبطوله وجوائز ماديه كل الكلام ده؟ اسامه اكيد، ولكن لازم وانت شغال ما تحاولش تضغط على النادي الاهلي. ان انا كمشجع وانا كاعلامي وانا كاي حد عايز النادي الاهلي يؤدي بنفس الكفاءه في كل البطولات، وانا بقول لك يا اسامه ده مش هيحصل. لا وكمان في نقطه يا فارس، يعني انا كمان عندي غير التنقل داخل قاره افريقيا، انا عندي لعيبه دوليه بتلعب، يعني مثلا تونس هتلعب في اليابان عند علي معلول، هيلعب يوم 17 في اليابان عشان يجي والساعه البيولوجيه، يلعب في تنزانيا ازاي؟ ونتمنى الوعود اللي منحتها الشركه المنظمه للنادي الاهلي انها تنفذ على ارض الواقع، لان الحقيقه انا بشوف ان ده قصه الطياره خاصه يعني؟ لا مش طياره خاصه، على الاقل توفر طيران مباشر، لكن تحط حتى يعني حد ادنى من فكره تكافؤ الفرص. انا كنادي اهلي وسمعنا بعض المواقع الجنوب افريقيه بتتحدث عن فكر سان داونز في انه يعتذر عن هذه البطوله، حتى وان كان لا يوجد حتى هذه اللحظه اي تحرك رسمي من قبل اداره سان داونز، ولكن الفكره كلها ان انا ما ينفعش احط اعباء نفسيه من خلال هذه البطوله على مشواري في البطولات اللي من وجهه نظري هي الاهم، هي المستمره، لان هذه البطوله خاضعه للتجربه. انا اتمنى طبعا النادي الاهلي يحقق البطوله. المكاسب الماليه اللي اعلن عنها النهارده الاتحاد الافريقي 4 مليون دولار للفائز بالبطوله، 3 مليون دولار للوصيف، مليون و700 الف دولار للخروج من نصف النهائي، والمشاركه في البطوله من الدور الاول مليون دولار. بالتاكيد دي مبالغ ماليه انت في اشد الاحتياج ليها في 3 اسابيع، ولكن في النهايه مش عاوز ده يؤثر على النادي الاهلي على مستوى ارهاق اللاعبين، وعلى المستوى الاهم هو فكره ان انا الثلاث اسابيع دول هيترحل لي كام مباراه في الدوري العام، وتلعب كاس العالم للانديه فيترحل لي كام مباراه، وتطلع من كاس العالم للانديه تلعب السوبر المصري ويترحل لي كام مباراه، واجي حتى نصف ابريل الاقي نفسي محتاج العب دور كامل وزياده 6-7 مباريات مؤجله. فده لود اكيد على النادي الاهلي، لود على الجهاز الفني، لود كبير جدا على اللاعبين، مش هتلاقي وقت تحط فيه مباريات للنادي الاهلي. فناهيك بقى عن فكره ان بعض الفرق ممكن تكون مريحه بشكل كبير جدا، حتى بعض الفرق اللي بتشارك في افريقيا، يعني انا مع كامل يعني احترامي لبطوله الكونفدراليه بعد النظام الجديد اللي اتعمل من الكاف، انا بشوف ان هي فرصه للانديه المصريه انها تكسبها باقل مجهود. احنا بنشوف فرق حقيقي دوري المدارس المصري ممكن تقدم نسخه عن كره القدم افضل من الفرق اللي احنا ممكن نشوفها في البطوله الكونفدراليه. فبالتالي انت اللي مضغوط في بطولات كبيره امام منافسين كبار، وبالتالي انت اللي هيكون في ضريبه بالتاكيد تدفعها، وعشان كده لازم تركز في بعض البطولات اللي انت هتشتغل عليها واللي ليها الاولويه عند جماهير النادي الاهلي. يمكن اتكلم كولر في اللي جاي، اللي جاي بالتاكيد عندك مباراه مع انبي في كاس مصر الدور نصف النهائي، كاس مصر الموسم الماضي من اجل الوصول ان شاء الله للمباراه النهائيه، ثم عندك مباراه مع الاسماعيلي، ثم التوقف الدولي. يمكن نادي انبي امام الداخليه تعرض لخساره بالظبط، وتعادل مع طلائع الجيش بدون اهداف فارس، ونادي طبعا الاسماعيلي عنده زد، كانت خساره امام نادي صاعد لسه في الجوله الاولى، فاز على الاتحاد، ثم فاز على الاتحاد في مباراه جماهيريه 3-1. انبي يعني بادئ الموسم خصوصا الداخليه وطلائع الجيش مش من الفرق اللي عندها سكواد قوي، ويمكن بشوف ان انبي بادئ الموسم بشكل يعني الفريق فيه سلبيات كتيره جدا، ولكن بالنسبه لي الاسماعيلي رغم النتيجه اللي حصلت مع زاد، ولكن مباراه الاتحاد مع كابتن ايهاب جلال ثقه نفسيه كبيره. لا وكمان الفريق في الملعب، الفريق في الملعب كويس يا اسامه، وايهاب جلال عنده افكار، بيعرف يطلع من لعيبه ممكن ما تكونش سوبر، بيعرف يطلع منهم حاجات، بيعرف يشحن دوافعهم، بيعرف يحسسهم ان هم هيلعبوا كوره جميله. فانا اعتقد مباراه انبي ان شاء الله، اكيد كل المباريات لها احترامها، لكن مباراه الاسماعيلي مش هتكون بالسهله،
رغم ظروف الاسماعيلي الموسم اللي فات، ولكن نتمنى ان النادي الاهلي يحقق نتائج ايجابيه في المباراتين. طبعا مباراه انبي في الكاس ونصف نهائي الكاس اعتقد مباراه مهم جدا ان انت تتعامل معاها بتركيز، لان احنا شفنا انت في المباريات اللي بتقدر تعوض فيها ويكون في مباريات تانية او ذهاب وعوده، او انت بتتكلم في مباريات بوينت سيستم لها نقط بيكون الوضع اسهل، انما الكاس لا تامن فيه احد يا اسامه، والمفاجات وارده فيه طول الوقت عشان يعني. كده كولر مركز جدا في مباراه